جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: هل استعمال موانع للحمل للمرأة الصحيحة يجوز لمباعدة الفترات بين الحمل حتى تحتفظ بصحتها وتتمكن من تربية أطفالها؟ جزاكم الله خيرا. إذا دعت حاجة إلى ترتيب الحمل وتأخيره لفترة تتمكن المرأة من استقبال المولود الجديد فلا بأس بذلك لأجل الحاجة، أما إذا كان لأجل الرفاهية فقط فإنه لا ينبغي استعمال منع الحمل، بل الحمل مطلوب، ولا يدري الإنسان ما يقدر له، ربما يأتي وقت تصاب المرأة فلا تحمل فتنحرم من الذرية، فتترك الأمر لله، تترك الحمل إلا إذا دعت إلى تأخيره حاجة في صحتها أو حاجة للأطفال الذين تلدهم. نعم.